حبة ذهبية تحمل معان عميقة بالنسبة للفلسطينيين الذين اهتموا في زراعة شجرتها على مر السنين. إنها شجرة الزيتون التي تكسو السهول والجبال أينما ذهبت أو ارتحلت في فلسطين. ولهذه الشجرة أهمية تاريخية واقتصادية كبيرة، فشجرة الزيتون أمس الثروة يعتمد عليها المزارعون في جلب مردود مالي ليس بالقليل، خاصة وأن ثمرتها يستخرج منها زيت الزيتون الذي يعتبر غذاء كامل وصحي بدرجة كبيرة جدا. فلسطين بلادنا ومرضى سواها، فلسطين بلادنا ومرضى سواها، يا كل مال الدنيا ما سواها، كالكب بدي أنسى بلادي أم الزيتون، لي بيجلها الأعادي من وين ما يكون، اعمل مثل ما بتعمل يا بن صهيون، شباب بلاد أعلنت عليها المضمون. حياتي هي الهوية اللي أنا بعتز فيها، هويتي. يعني أنت قديش صار لك مزارع عندك زيتون؟ 58 سنة منذ ولدت. 58 سنة؟ نعم، منذ ولدت وأنا تحت شجرة الزيتون. شجرة الزيتون بستفيد منها كل شيء، هي ربتنا شجرة الزيتون، نوكل منها، بنبيع منها، ثلثين اقتصادنا منها، فهي كل إشي في حياة الزيتون. هذا الزيتون اللي موجود موجودين إحنا في زراعة مين؟ زراعة أكيد أجدادنا، مش أبائنا. أجدادنا. وأنتوا ماشيين؟ وإحنا كملنا، أجدادنا سلموا لآبائنا، وآبائنا بنستلموا وبنسلموا لأولادنا، ولو مجرد. كل سنة إحنا بنروح من أمريكا شهر شهرين مشان نجدد الزيتونات، هذه زيتونة مباركة، وبنقعد نجد شهرين وإحنا نجد في الزيتونات ونسوي زيت مشان للأكل، مملوح وزيتون وكل شيء وزيت واللي بدك إياه، فبحر عليها الزيتونة، هاي بحر حاملة، شايف إحنا بنجد فيها. هذا الزيتون كل سنة نسقيها الزيتونة وندير بالنا عليها ننكشها، بركة الله زيت، وهذا الزيت اللي إحنا الأمراض وللصحة وللجميع. مع بداية التسعينات بدأت الإغاثة الزراعية في إلاء الاهتمام الكبير لقطاع زيت الزيتون وقطاع الزيتون بفلسطين، لما يمثله هذا القطاع من أهمية اقتصادية ومن أهمية اجتماعية. هذا القطاع يعتبر من أكبر القطاعات الزراعية بفلسطين. حجم المساحة المزروعة بأشجار الزيتون تتجاوز المليون دنم، ما يقارب من 12 مليون شجرة زيتون بمختلف الأصناف، السوري والنبالي والنبالي المحسن يزرعوا بهذا القطاع. احنا الشغل في الزيتون هو ببلش من بداية السنة، يعني من الشتوية ببلش فيها لنا موسم الحراث اللي هو تراب أول شغلة، وبعدها بنثني الزيتون، وبضل طول السنة يعني في شغل مستمر. ف
في عمارة وفي تكنيب وفي تكليم وفي رش لغاية ما نحصل على يجي الموسم. طبعاً مشيت وبنبلش في جد الزيتون. وكأي شيء في فلسطين تواجه هذه الشجرة المباركة حرباً من قبل المستوطنين، فقطع أشجار الزيتون أمس أمراً يومياً وحرقها بات عملاً متكرراً، والحزن عليها أيضاً من المألوف. فبعد أن يتم الاعتناء بها لعشرات السنوات يأتي المستوطنون ويحرمون المزارعين من الاستفادة من خيراتها. ومنذ أن تبدأ عملية قطاف محصول الزيتون في شهر أكتوبر تقريباً من كل عام وتبدأ اعتداءات المستوطنين. الزيتون يا ولد الكلب، يا ولد الكلب، الزيتون، 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 الزيتون. أول إشي من الممارسات اللي بيمارسها الاحتلال وخاصة المستوطنين هو قطع شجر الزيتون المحاذي للمستوطنات، وفي أساليب بشعة قطع الزيتون في مناشير آلية كما فعلوا في قرى عديدة، وأحياناً عملوا في طرمس عية، كذلك وضع مواد كيماوية على عروق الزيتون المسمى العرق أو الجذع حتى يتآكل هذا العرق حتى يتلف. مواد كيماوية لا نعرفها بالضبط ما هي مكوناتها، كزيوت محروقة، كمواد كذا، حتى تمهد لافتراس هذه الأراضي. طبعا احنا منعاني مشكلة اللي هي المستوطنين. وقت الاحراث في قسم كبير من الزيتون، وقت الاحراث ووقت قطف الزيتون ما بنستطيع ان نصيد اراضينا الا بالتنسيق مع الارتباط الفلسطيني والاسرائيلي حتى انهم يعينونا يومين او ثلاثة، هذا اكثر شيء حتى ان نقطف الزيتون او نحرض. فهذه شغلة ما كنا قبل نواجهها نهائي. فالناس يعني رغم كل هذا الناس تزرع كادة في زيتون، تزرع رغم عن المستوطنين واليهود بيزرعوا في السهل، لكن مرات كثيرة بيجوا بيشوفوا الزيتون في السهل بيجوا بخلعوه أو بعطوه أبر سامة للزيتون بضربوه فالزيتونة بتموت وانت بتشعرش فيها. عشرات الآلاف من أشجار الزيتون يتم توثيق حرقها أو قطعها من قبل الاحتلال أو مستوطنيه كل عام، وهدف ذلك هو قطع الصلة بين الفلسطيني وأرضه ليتسنى للمستوطنين مصادرة الأرض وضمها لصالح غول الاستيطان ومشاريعهم التوسعية. العقبات هاي والصعوبات أكثر إشي من المستوطنين. طبعاً المستوطنين يعني بسببونا مشاكل كثيرة، وفي جميع الكرة يعني اللي حوالينا يعني بعانوا من هاي المشكلة. دائماً في موسم الزيتون بحاولوا أنهم يهاجمونا وقطعوا الزيتون، يعني لأكثر من مرة العام
قطع أكثر من 150 عرق زيتون عندنا في البلد لعمي. والسنة برضه ردوا هاجموا الشغيلة اللي بجد زيتون وكسروهم في مواسير وفي عتلات وفي هاي مشكلة كل يعني كل موسم لازم يحصل. وهاي طبعا هي عامة على الضفة كلها موسم الزيتون المستوطنين يعني بصيروا زي الحواش. حقيقة هذا القطاع من أكثر القطاعات الاقتصادية واللي إلها بعد وطني واللي إلها بعد تاريخي وديني للمواطن الفلسطيني، تعرضت لأقصى أشكال الاستهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين. تمثل هذا الاستهداف في مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي، شق الطرق الالتفافية، بناء جدار الضم والفصل العنصري، إضافة إلى مساحات كبيرة تم عزلها عن المناطق الريفية من خلال أيضا بناء الجدار. في مقابل ذلك تعمل الجمعيات الزراعية وبالتعاون مع الإغاثة الزراعية والمزارعين على مواجهة كل تلك الاعتداءات بتثبيت المزارعين على أرضهم وزراعة أشجار الزيتون بكثافة لتعويض النقص الحاد من قبل المستوطنين، وإبقاء هذه الشجرة تدر ربحا جيدا على المزارعين. الأثر الاقتصادي على الأعضاء في الجمعية يعني أثرت بشكل كبير على الأعضاء على الأعضاء الجمعية التعاونية في من خلال تسويق منتجاتهم الزراعية اللي هي زيت الزيتون، وهذا الحكي خلاهم يهتموا بأراضيهم أكثر، خلاهم خلينا نقول تخلصوا من جزء من المشكلة اللي بيعانوا منها المزارعين في المنطقة اللي هي مشكلة التسويق زيتهم، حقق لهم ربح اقتصادي من خلال إنتاجهم لزيت بمواصفات عالية الجودة، فهذا الشيء مكنهم من إنهم يسوقوا منتجاتهم بأسعار أعلى، بالتالي هذا الحكي عاد عليهم بفائدة اقتصادية على المزارعين. هذا القطاع يمثل أهمية أيضا اقتصادية، وحجم الاستثمارات بهذا القطاع سواء الاستثمارات في الأراضي الزراعية المستغلة أو بالمعاصر أو محطات التعبئة والتغليف أو الاستثمار في الكوادر البشرية على مدار 15 عام تجاوز 50 مليون دولار أمريكي. والله يا أخي الناس طبعا اللي هي الزيت هو عبارة عماد للاقتصاد الفلسطيني، الناس أول إشي مصدر تغذية وفي نفس الوقت مصدر خلينا نقول مصدر اقتصاد، حيث يقوموا ببيع هذا الزيت في المناطق القليلة الزيت وخاصة في مناطق القدس بيت لحم الخليل. زمان بك سعر الزيت أحسن، بس الأيام هذا هو أنه صاروا يستوردوا زيت من تركيا ومن بلاد ثانية فنزل سعر الزيت، يعني أصبح المزارع بيعاني من هاي المشكلة لأنه تعبه يعني ما بطلع تعبه بشكل صحيح أو عوضش يعني هاتي هذا السعر كبل بك أفضل شوي وإن شاء الله اللي بعدل السنة بتصرف. ما هو مجبور فيه يعني وين أروح فيه، يعني بدي أترك الزيتون أنا ما هو فيش مجال، مجبور إنك تحفظ على سلة سنتين بتنزل من سعرك قديش تقدر على أساس إنك تسوقها أو تعمل صابونة أو تعمل أي إشي، تضطر إنك تنزل من سعره. بزبط. خاصة وأن زيت الزيتون الفلسطيني يشتهر في العالم بجودته العالية، لذلك فإن هذا المنتج يحتاج إلى اهتمام كبير واهتمام بالحفاظ على جودته العالية خاصة عندما يصل إلى المصنع.
حيث يتم تغليفه بطريقة مميزة والحفاظ على نقاوة لونه الذهبي داخل قارورات الزيت الفلسطيني المعروف والذي يصدر إلى الأسواق المحلية والأسواق العالمية. طبعاً إغاثة زراعية بدأت تولي اهتمامها في تطوير وتنمية هذا القطاع مع بداية التسعينات، تمكنت مع بداية عام 2000 من فتح أفاق تسويقية وتصديرية للزيت الفلسطيني إلى العديد من الأسواق العالمية، منها السوق الأوروبي والسوق الأمريكي والكندي والياباني. وأولت الإغاثة الزراعية اهتمام كبير جداً فيما يتعلق بتطوير جودة زيت الزيتون الفلسطيني والحصول على شهادات الجودة العالمية، وبدأت تعمل على برنامج إنتاج الزيت العضوي لما تمثله الزراعة العضوية من فهم وفلسفة الإغاثة الزراعية بصداقة البيئة. وساهمت الإغاثة الزراعية في تشجيع المزارعين الفلسطينيين في تنظيم أنفسهم في جمعيات تعاونية. وهذا القطاع حاليا يعتبر من القطاعات الرائدة، وتمكن الزيت الفلسطيني من التنافس في العديد من الأسواق العالمية بما فيها الأسواق العربية. هنا تأتي أهمية التجارة العادلة لربط المزارع بشكل مباشر بالمستهلك لضمان دعم هذا الإنتاج الزراعي العريق. التجارة العادلة هي جزء من عملنا في الجمعية التعاونية. احنا في الجمعية التعاونية حصلنا على شهادة الزراعة العضوية وشهادة التجارة العادلة كمان في عام 2008. من خلال هذه الشهادة اصبح في عنا مردود من خلال وجود حصولنا على الشهادة هذه في ما يقارب بمعدل 2 شيكل ل2.5 شيكل على كيلو الزيت بنتقاضى بسبب عضويتنا في التجارة العادلة الفلسطينية. الإشي الثاني إنه كمان مكننا من تسويق منتجاتنا لمؤسسات خارجية حاصلة على شهادة التجارة العادلة. والشيء الثالث أنه صرنا كمزارعين وكجمعيات تعاونية نعرف وين زيتنا بيروح، لمين بتسوق، وصار في شفافية أكثر في عملية التسويق سواء كان في البيع والشراء. صرنا نعرف يعني إذا بنبيع زيتنا على سبيل المثال ب25 شيكل، بنعرف الشركة اللي بتأخذ الزيت هذا قديش هي بتربح فيه، قديش كمان المستهلكين لزيتنا قديش بيشتروا الزيت. يعني صار في كان الحلقة اللي كانت مفقودة في عملية إنه البيع والشراء، ويعني أصبح عنا علم واضح بالمؤسسات اللي بتشتري الزيت وكمان الشركات، وعملية الأسعار صارت لنا أوضح، حماية لمنتجهم من إنه ينزل دون الحد الأدنى. فالتجارة العادلة يعني بيحددوا سعر الزيت، المينيموم لسعر الزيت هو 18 شيكل للمزارع. فهذه من الإيجابيات والفوائد اللي خلينا نقول استفادتها الجمعيات التعاونية والمزارعين اللي حاصلين على شهادة التجارة العادلة. ومع إصرار المزارعين ودعم المؤسسات الزراعية ستبقى هذه الشجرة محتلة لموقعها المميز وقيمة اقتصادية ورمزية للسلام. ورغم تعرضها للحرق والقطع إلا أن زراعتها بأعداد كبيرة يبقيها صامدة كشعبها ودائمة الخضرة كما عهدت حتى في الظروف البيئية والاحتلالية القاسية.